معكروني بالجاج والبشاميل، وأنا بوعدكم إنه كل العيلة رح تحبها وكتير مناسبة للعزايم، وطريقتها كمان كتير سهلة. وأول إشي بنبدأ بتجهيز الدجاج، فبطنجرة بنضيف الزبدة وزيت الزيتون، وأول ما يسخنوا بنضيف قطع الدجاج اللي مقطعين لشرائح رفيعة، وبنتركهم من غير تقليب تقريبا لمدة 5 دقائق، بعدين بنقلب فيهم وبنضيف لهم رشة من الملح والفلفل الأسود، وبدنا كمان رشة من البابريكا المدخنة، وبنقلب وبنتركهم ليستوي عنا الدجاج. تقريبا أخذوا معي 5 دقائق، فبنرفعهم عن النار، وبنفس التنجرة بنضيف الزبدة وزيت الزيتون، وبس يسخنوا بنضيف البصل المفروم الناعم، وبنقلب تقريبا من 2 لـ3. بعدين بنضيف الثوم المهروسة، وبنرجع وبنقلب كمان لمدة دقيقة، وبنوزع رشة من الملح والفلفل الأسود، وبنرجع وبنقلب. وبعدين بنضيف الفتر وبنقلبهم شوي صغيرة، بعدين رح نضيف عليهم الجزر وبنرجع وبنقلب. بعدين بنضيف البازيلا والذرة، ومنقلبهم لتنخلط كل الخضار مع بعضها. بعد هيك رح نضيف رشة من الطحين ومنقلبهم ليتحمصوا ويغلفوا كل الخضار. وهلأ بنرجع ومنضيف الدجاج ومنقلبهم شوي صغيرة، بعدين رح نضيف الحليب مع الكريمة السائلة ومنقلبهم شوي صغيرة تقريبا لمدة 2. بعد هيك رح نضيف التويست اللي رح يضيفلنا نكهة كتير طيبة، وهي جبنة البوك الكريمية، وبقلبهم لغاية ما يدوب الجبنة، بعدين منضيف مرقة الدجاج وبتركهم تقريبا لمدة 5 دقائق أو لغاية ما يبدو يغلو وتتسبك عنا كل المكونات مع بعضيها. بعدين منضيف عليهم رشة من الأعشاب الإيطالية، وهيك صاروا جاهزين، فمنرفعهم عن النار. أما لتجهيز البشاميل، فبدنا نضيف الطحين على الزبدة الدايبة ومنبدأ نحمص فيه. بعد هيك منضيف ونحن عم نحرك شوي شوي الحليب، ومنضلنا نحرك لنتأكد كل المكونات تجانست مع بعضيها والطحين داب. بعدين منضيف رشة من الملح، وبنبرش كمان شوي من جوزة الطيب، وبنرجع وبنحرك وبنتأكد انه البشاميل صار جاهز. لما بندخل الملعقة وبنمشي اصبعنا فبتصير معنا هيك، فبكون صار جاهز. وهي كمان الباستا صارت جاهزة وسلقناها حسب التعليمات الموجودة على الباكيت. ولتطبيق وصفتنا بدنا نوزع شوي من البشاميل على بايركس رح ندخله على الفرن، وبنوزع عليهم نص كمية الباستا، بعدين بنفرد كل كمية الدجاج مع الخضار، وبنرجع وبنغطيهم بباقي الباستا، وبعدين رح أوزع باقي البشاميل، ومنوزع عليهم طبقة من جبنة الموزاريلا ورشة من البيزل، ومندخلهم على فرن حامي على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة. بعدين منحمر الوجه ومنتركها ترتاح لمدة 10 دقائق قبل ما نقدمها. وكل المكونات بتلاقوها تحت الفيديو، جربوها وألف صحة.